ما هي اللي اتخذها رئيس الجمهورية هي وفق الدستور تكون من أجل أن تعود يعود السير العادي لدواليب الدولة. وإذا كان يعود السير العادي لدواليب الدولة لابد من شروط وكل التدابير ممكنة في هذا طالما لم تتعارض مع الدستور. ثم بعض الإشكاليات المتعلقة بالبرلمان ولا المتعلقة بالقضاء قلنا لابد من توضيحها الآن في العام في لقاء مع رئيس الجمهورية باش نتحدث في هذا الجانب. لكن أيضا ما هيش تدابير استثنائية يعني مطلوب قياد يعني سك على بياض هنا يجي الجانب الهام وهو الضمانات يعني أي إجراء دستوري هو الضمانات دستورية واضح وخريطة الطريق واضحة تقولوا سي سامي. وأهم هذه الضمانات أنه نعرفوا الدوافع والأهداف وإلى أين سنذهب في هذه الإجراءات الاستثنائية. هل تساندون القرارات الرئاسية والحركة الداعم لها؟ وسمعنا إشارة إلى يوم التبديد هذا فيه إشكاليات لأن ستتحول إلى وضع دائم ووقت مثلا اختيار. قلنا أيضا لابد من ضمانة تتعلق بالحريات وبالحقوق. هذا مهم جدا ما كسبنا اللي حصلنا عليها بثورة الشباب بالشهداء بدماء شهداء بنضالات الحراير والأحرار في تونس ما يمكن أن نفرق فيها حرية التعبير حرية الصحافة حرية الإعلام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حق في الحياة حق في الماء إلى غير ذلك. كل هذه حقوق سواء تكون أساسية أو غير أساسية لابد من أن الرئيس يعبر ووضوح عنها. أيضا لابد من الحفاظ على مدنية الدولة لحاجناش بأي شكل من أشكال السلطة الأخرى المعسكرة تقصد في سامي السلطة العسكرية لابد منها عن التوظيف السياسي ولابد من أنها تبقى تلعب دورة في حماية أمن تونس وأمن البلاد. قلنا أيضا أنه تم ضمانات متعلقة بضرورة احترام مالية القضاء مش ممكن أنه نوصل إلى تجميع السلطات إلى حد الانحراف بما فيها السلطة القضائية واللي ممكن يقع انحراف في استعمالها واستخدامها والتشفي أحمر لتصفية الحسابات هذا غير ممكن. أيضا ترفضون ترأس رئيس الجمهورية للنيابة العمومية التي تثير الشكاوي والدعوات تخاض بمنطق العنف ومهما كانت الأسباب مهما كانت الدوافع ومن جميع الأطراف يجب أن تكون. وهنا الرئيس وضح كثيرا في هذا المسألة ولكن نجد نأكد عليها احنا رأوا أي كان يستخدم العنف وسيلة للخروج من هذه الأزمة يجب أن تخرج منها بطريقة سلمية. يجب أن تتم كل التدابير وفق الدستور ويجب أن تؤدي في النهاية إلى أن تعود دواليب الدولة إلى سيرها العادي وتعود إلى نشاطها باش ترعى مشاكل التوانسة باش تنقذ حياتهم. أي سي سامي طاهر بكل وضوح احتياجاتهم سي سامي تعالج مشاكلهم سي سامي طاهر وهذه هي الدولة اللي ننتظرها الدولة التونسية الدولة المدنية في نطاق الجمهورية في نطاق البعد الاجتماعي وفي نطاق أيضا احترام المكاسب اللي تحققت مع القرارات التي كشف عليها رئيس الجمهورية. تقول لكن الحذر واجب 30 يوم هي المدة اللي ما نجموش يتجاوزها من ثم مع أنه يعود المجلس في صوغته وسيخته الحالية وفي صورته الحالية للعمل كما كان عليه في السابق. هو الحذر ضروري في كل الحالات سواء لو توجدت هذه الإجراءات ولا ما توجدتش لو الوضع منتشر ويخوف والتوانسة يحبوا رسالة طمن. البارح خرجت الناس تلقائيا فرحانة باعتبار أنه حسيت أنه ثم أكسجين فيهم مع السياسيين ويزيدوهم مش حاربوا بالكوفيد. هو أنه الأزمة ما تبقاش مفتوحة في جرحة يعني يتعفن ويتدمل ويأتي إلى أنه معاش نجم على الجو تماما. الحذر ضروري ما تبقاش حتى عسك على بياض مثل ما حتى يعني يد مطلوقه ما ثمش سلطه ديكتاتوريه وراو تونس ما لم تقبل الاستبداد مره اخرى وحتى حد ما نجم اليوم يرجع البلاد الى مربع الاستبداد مهما كانت قوته مهما كانت
مبررات. سي سامي الطاهري، هالمواقف هذيا وهالاراء وحتى القرارات اللي صادره على المكتب التنفيذي للاتحاد كيفاش بلورتوها لرئيس الجمهوريه؟ صار لقاء بين السيد نور الدين الطبوبي ورئيس الجمهوريه وتحادثوا في الموضوع؟ لا، اللقاء الان، اللقاء الان جاري الان، علما ان رئيس الجمهوريه لم يتصل بنا قبل هذه التدابير، علما بها الا عبر وسائل الاعلام كيف التوانسه الكل، وبلورناها احنا. كانت عندنا خدمة المدة الأخيرة على كل الاحتمالات الممكنة وحاطين هذا السيناريو الكل، دونك عندنا تهيؤ في الموقف، وفي نفس الوقت اليوم كانوا معنا السادة أجل الله، السيد سيد المغلاب الغماني، السيد محمد القاسمي، السيد شريك صرصار، استشرنا كثير من السادة الجامعين ومن الأصدقاء منذ البارحة بالهاتف، وبلورنا هذا التصور باش هذا وغلبنا فيه مصلحة تونس. اليوم الموجة التونسية هي موجة التغيير، وليس موجة ابقاء الوضع يتعفن اكثر منذ يعني قبل يوم 25. دور الاتحاد مهم، دور منتظر كثيرا، نعرفوا اللي سي سامي الطاهري اقترحتم الحوار فرفضه رئيس الجمهورية، اليوم أي دور ليكم خاصة أنه فما نوع من التباين، ما نقولش انقسام لكن فما اختلاف في الآراء داخل المكتب التنفيذي، كيفاش باش يكون دوركم؟ اختلاف لا يا وائل، ما عندناش اختلاف، اللي خرج اليوم بالإجماع، ما فيش حتى اختلاف في هذا وما يقال، وكل ما تعرف الصحفي تعرف أنه يمكن في وراء الفتنة وفي برشا حاجات، أنا موقف إجماع وتشاورنا فيه مع عدد كبير من النقابيين اللي نجمنا نتصلوا بهم من البارح لليوم، الناس ما قدرتش تتبع يعني منعنا نخافوا على تونس ونخافوا على بلادنا، دورنا تو مهم جدا، تو باش نقولوا الرئيس راهو اللي تعملته في الخطوة هذه مكنت منه الدستور، ولكن راهي المرحلة القادمة كلها يلزم تكون تشاركية، يلزم تكون تشاورية، يلزم تكون فيها الاطراف الاجتماعيه والاطراف السياسيه وفيها المجتمع المدني، راهو ما فما حتى شيء نجم يدور بوقت الناس ما تكونش خريطه الطريق عندها مده صلاحيه مع حل البرلمان الحالي وتاجيل الانتخابات، والا بالعكس تنظيمها في اقرب توقيت. الخطوات هذه مازالت ما تبلورش باعتبار ما نعرفوش، احنا طلبنا من رئيس الجمهوريه صياغه خارطة طريق تشاركية، إذا كان عملناها ولا إذا كان عند الرئيس اقتراحها على الناس تشتقشها قد يكون من ضمنها هذه الخطوات، لكن لو تحرك الشارع. واضح سي سامي، سي سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي، التطورات ما زالت ما ظهرتش للاتحاد، هل سيدعو الاتحاد القوى الحية وقواعده للتحرك لو تحركت الأطراف المقابلة؟ كان هبطت النهضة وهبط الائتلاف وهبط قلب تونس وهبطوا المساندين والشعب يريد للرئيس، هل باش تهبطوا بثقلكم أنتم زادة في الشارع؟ هل باش تكونوا باش تشاركوا في موازين القوى؟ ما نحبوش الشعب يولي الشعوب، وما نحبوش التوانسه يولوا يعني يتقابلوا مع بعضهم ما بيناتهم في البربري كما وقع في 2013 وكما وقع اليوم في امام البرلمان، ماذا بينا الامور تتحل في بهدوء وبسلميه ودون اللجوء الى العنف، وما وصلوا بالتجيش لانه مش باش نوصل للنتيجه اذا كان هذه هي العقليه، وقد تؤدي الى مزيد من يعني من تعفين الجو وربما نصل الى مربع العنف، وهذا نحب نتجنبوه، تونس ربي يحماها من الوباء ويحماها من العنف ويحماها من الارهاب ويحماها من الافلاس ويحماها من ايضا ضرب الديمقراطيه، لابد ان يكون ثم ديما ضمانات للديمقراطيه. سي سامي الطاهري، سؤالي يجيك من عند شكيب الدرويش لو تسمح. سي سامي عزيز الغالي، شكيب درويش معاك، انا متاكد يفضلك عزيزي، انا متاكد انك ما نسيتش اللي قاله قيس سعيد في حق الاتحاد العام التونسي للشغل وقت اللي قال ليس حوارا وليس وطنيا. قيس سعيد شنو يضمن اليوم باش نكونوا ابناء اليوم كما انت تحب وتقول، شنو يضمن اليوم انه قيس سعيد باش يسمع لكم؟ معناه يبدو انه ما سمع لكمش قبل، ما سالش فيكم قبل، ما عمل لكم حتى قدر حتى وزن، شنو باش يخليه اليوم يسمع سي نور الدين طبوبي وسي سامي الطاهري والاتحاد العام التونسي للشغل؟ شوف سي شكيب، انت ساعات تحير في حاجه تجاوزناها وقت الرئيس اعتذر وقال انا لا اقصد الوطنيه في يا سيدي انا بيدي نعتذر وصحبتها وتجاوزناها. خليه يكمل تفضل سي سامي. انت كانك تحط في دبره كيك زين، تعرف الدبره شنو؟
باهيش راني ولد حياه شعبيه سي سامي بتزيد عليه في الموضوع كيف ولد حياه شعبيه ولد الناس المحقوره والمفقره ركبالك ولد حي النجاح في مزبرقيبه راه ولد ربط راني سي سامي راه مش قول لي دبره ولا حاجه تجاوزناها الحكايه ولكن ثم انه قدر الاتحاد ما يعطيوش للرئيس لا يعطي حتى حد لا الطرف السياسي هذا ولا الطرف هذاك احنا عطينا مبادره عديد العراقيل تمت من جميع الاطراف راه مش كامل راي حتى الناس الاخرى اللي عملت مبادرات خاصه واللي دعت الى حوار الحكومه واللي دعت الى حوار اقتصادي واللي دعت الى حوار البرلمان واللي 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 عملت عراقيل مختلفه كلها عطلت توا احنا الضمانه هو الضمانه هو شعبنا الضمانه هو انه اليوم عندنا مجتمع مدني حي ولابد الاطراف السياسيه ترجع حيه في المجتمع المدني لانه سبب بلاء الوضعيه دي من المجتمع السياسي هو اللي ادى الى التجاذبات والى انهاك الدوله وانهاك الشعب حتى الناس يأست او تحلم حتى بالبروتكاند على العسكر هذا هو اللي وصلنا له انا مع الامل امل انه نرجع ونأكدوا على مدنية الدولة ونأكدوا على المسار الديمقراطي ونأكدوا على الشرعية الدستورية. شكرا سي سامي. لكن سامي سامحني لا. سامحني سفيان بن حميدة لكن سامي تو هذا الكل بهي لكن في ظل هذه الأوضاع كيفاش باش تعالجوا المواضيع الأساسية بالنسبة للتوانسة اللي هي المواضيع المعيشية كما شهرهم مثلا الموظفين تعرف الشهر الثاني وتعرف انه تتاخر صبان الشهريات الارتفاع الاسعار المساله الصحيه كيفاش باش يتم تجاوزها هذا الكل في ظل الوضع الاستثنائي هذا تتصور انه ممكن الاتحاد يلقى مع شكون يتشاور معاه ويحكي معاه؟ هو زعما حاجتين ما زالت مشي واضحه. هو اولا الحكومه هذه اللي تحلت اليوم باش تواصل تسيير الاعمال في انتظار تشكيل حكومه جديده ولا لا؟ هذا لم يجب عنه الرئيس ولا يلزم التوضيح فيه. خاطر اليا في اطار الدوله يلزم تم فتره تاع تسيير اعمال. اثنين انه ما وقتاش تتشكل حكومه جديده؟ في الاثناء تم وقت ضايع تم ان شاء الله ما توصلش 30 يوم ان شاء الله اقل ان شاء الله في فتره يعني وجيزه باش تشتغل. لكن نحب نرجع حاجه مهمه جدا انه ما تنجمش تحل حتى قضيه اجتماعيه ولا اقتصاديه بالضبط ولا حتى وبائيه ولا حتى صحيه ولا حتى حكايه طقس ولا ماء ولا ضوء وانت عندك ازمه سياسيه عندك دواليب الدوله معطله دونك احنا تو يا اخوي هذا غير الظرف استدعى انه الاولويه للحل الازمه السياسيه لان الازمه بامتياز هي ازمه سياسيه عندما تحل مش يعني راهو مش نوقفوا انشطتها واليوم رجعت تواريخ ورجعت الاداره التونسيه تخدم وباش تتواصل وباش نلقوا حل ونقول لك اليوم في الوضع هذا اليوم عملنا اتفاق مع الجمعيه المهنيه للبنوك بالنسبه لي وفضينا مشكله البنوك وانتهى الموضوع مش نرجعوا الاضراب بعد ذلك هكا تتواصل هذا هو الاتحاد يخدم على جميع الجبهات وعلى جميع الوضع ما يخليش الوضع يحبس الكل وفي الاخير زاد لابد ان ناكدوا للتوانسه كلها وشويه صبر باعتبار انه يلزم الازمه السياسيه تتحل باش نجموا نيجوا الوقت ونيجوا مع شكون ونيجوا مع الاطراف ونيجوا الوضوح والبرنامج باش نحلوا بقيه الاشكاليات والملفات الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه وغيرها. شكرا سي سامي طاهري. سؤال اخير لو تسمح على الطائر يقول انه ممكن سي محمد الطرابلسي المدعوم نوعا ما من قبل الاتحاد قد يواصل الحكومه المضايقه اللي باش يشكلها رئيس الجمهوريه قيس سعيد تشاركوا لو طرح عليكم ذلك؟ والله لا نخدم لا ما نفكروش بالشعار نحن خلاص ما عندنا مجد الفكره دي ما مجدش في روسنا وما سمعناش بها لان كنا مسكرين على رواحنا تو في الحديث هاك سمعتني بها خلينا نتبعوا احنا ما حاجتناش بشخص معين حاجتنا بكفاءات وما حاجتنا بناس قادره على ان تخرج بالازمه حاجتنا بوضعيه اللي اليوم تكون في اطار القانون وفي اطار الدستور. شكرا. عندكم معرفه سي سامي معرفه لا بمصير المشيشي عندكم شي صار اتصال بيكم بين هشام مشيشي سالته على الوضع نتاعه ولا؟
لا ما فهمش حتى امكانيه للاتصال. حاولنا باش ناخذوا المعلومات لانه باش نحبوا نفندوا برشا اشاعات قاعده واقعه ما نجمناش نتحصلوا. الاتصال الوحيد اللي وصل من جهه الرئاسه هو الرئيس انه اتصل وطلب اللقاء، والى حد الان ناكد لك ما نعرفوش اللقاء باش يكون ثنائي ولا بحضور شخصيات اخرى مع الامين العام. ونأكد لك سامي اللي نعرف الدبرة راه مرة أخيرة باهي بعد ساعة وربع ما يسالش. خلينا نرجع أكثر لحقوق المجموعة مش الأفراد فقط. شكرا لك سامي طاهري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، يعطيك الصحة على التوضيحات هذه. نذكر الاجتماع الجاري توا بين السيد الرئيس والسيد الأمين العام. تعليق سريع على المعنى السياسي. راجعين يا طارق، راجعين يا طارق صدقني راجعين ونعرفوك اللي بالحق عندك توا مع رأي مهم برشا في الموضوع اللي كان مطروح علينا. ماضي ساعة وربع أنيسة المكشاح تجيكم نشرة أخبار جديدة ومتجددة. نعرف الوقت مش نفسه لكن تعرفوا هذه تغطية خاصة، هذه برمجة خاصة نوفيكم.